انا 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 كنت نتمنى انه جوهر بن مبارك والخيان خليني اقول الديمقراطيين الحديثيين كانوا نجموا ينظموا وقفه وحدهم. حمل همامي قبل بيو معناتها عمل وقفه قدام المسرح البلدي بانصاره. وانا نتصور انه العائله هذه كان عائله اقرب للجوهر بن مبارك واقرب للصابرين واقرب لبرشا عباد. معناتها انا حسب رايي انه اليوم اللي ريناه في المظاهره بتاع نهار 10 اكتوبر 2021 هي تعبئه الانصار حركه النهضه ووقع تجميلها بجوهر بن مبارك. ومع الاسف هذه الغلطه نتاعنا حمل همامي قال انا ما عادش نعاود في 18 اكتوبر. صحيح انا اذا انا راني نحترم معناتها المناضلين هذوما القدوم واحد نحترم ما نجمش شكك لا نهار لا في وطنيتهم ولا في نزاهتهم ولا في حبهم للبلاد. ولكن انا مع قرارات 25 جويلية ولكن نحترمهم. قال انا اخويا ما نهبطش مع النهضه، نهبط نهار قبل النهضه. كان على جوهر بن مبارك وجماعه هذوما انهم يسو ديستانك معناتها يخرجوا كان يحبوا. ولكن اليوم في التعبئه اللي صارت نهار 10 اكتوبر هي تعبئه لانصار حركه النهضه وهذا واضح. والتعبئه لانصار حركه النهضه راه مش دعوه متلازمه هي. لا رد بالك معناتها كان ماشي ببالك اللي انصار حركه النهضه يهبطوا بدعوه متلازمه لا راهو كركر ونحطه في الكيران ونعبيه. ما نخليش نذكر ما نحبش انا نعاود نرجع احنا كلنا باش ما نرجعوش للشوكوتوم ما الى ذلك. ولكن تبدلت بشويه مقروض بشويه دقله تبدل برشا حاجات جديده. دونك اليوم في النيدا كان عندكم الروز وكان عندكم كل شيء موجود. اي الروز فما الروز بالفاكيا كل قدير وقدروا مع المقرونه الجاريه. لا بوريان كان يحط الغله هكا لا اللي كان يجيو سياده الرئيس بن علي لا كان روز ولا تمر ولا بشكوت وهذه كلها بتاع الديمقراطيه بتاعكم يا سيديات. دونك يا سي زياد تفجع راه شويه محمود البارودي اختانا ما تعطينيش الشوكوتون موجود والروز موجود وكذا. اليوم بالنسبه ليك انك ثابت مع النهضه غلط حتى ولو كان محمود والنهضه عندهم نفس الرؤيه نفس الواحد. علاش؟ غلط خاطر في 30 ثانيه باش ما نعملوش محاضره. انا ما نجمش نفهم اليوم جوهر بن مبارك اللي كلات ريحه نهار 12 افريل 2012 في الافونيو ما عند روابط حمايه الثوره اللي هبط مع جزء كبير منهم. راهو يلزمنا نذكروا نهار العباد اللي هبط نهار 10 اكتوبر هي جزء كبير من روابط حمايه الثوره. ونحب نذكر كيفاش اعتديوا كيفاش اعتديوا على الصحفيين بتاع الوطنيه فلاش باك بتاع 20 سنه. مش فلاش باك اعتديوا على الصحفيين الوطنيه وبالتالي انه جوهر مبارك يخلط روحه ولا صابرين قوبانتيني نحترموهم العباد مع اصدقائنا واحد ما تنجم تكون معارضني انا مع 25 جويلية يعني نقولها بالوضوح ومع قرارات قيس سعيد. ولكن انك تهبط مع حركه النهضه هذه خطا سياسي لا يغتفر.